تيسبريس تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسجيل شريط المغرب. اليوم 27/11/2021 تم تجديد مكتب جمعية الرحمن الأعمال الاجتماعية لمنطقة قصور الكلاوي بمركز الثقافة السعيدية. وبهذه المناسبة نشكر أعضاء المكتب السابق على خدمات اللي قدموها لهذه الفئة هذه. وبالنسبة للحاضرين اليوم نشكرهم جميعا. بالنسبة للأهداف ديال هذا المكتب الجديد دابا اللي تكون اليوم إن شاء الله في هذا المركز هذا، إن شاء الله نناشد بعض الجماعات سواء المجلس الجماعي ولا الإقليمي ولا الجهوي باش يكتشفوا هذه الفئة هذه بمساعدة، لأن محتاجين سميتو بعض الناس فيهم الناس اللي تيعانيوا من هذا سميتو قطع في المرضى القصور الكلاوي مكلف. كما نناشدوا ذوي القلوب الرحيمة باش يساهموا مع هذه الفئة هذه المحتاجة إن شاء الله، وجميع الناس اللي مستعدين باش يتعاونوا معنا في هذا العمل هذا الخيري. جزاهم الله خيرا وشكرا جزيلا، بارك الله فيكم.